بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. مساء الخير يا بنات، كيفكم؟ إن شاء الله طيبين، أموركم طيبة، إن شاء الله كلكم بخير وعافية. اليوم جيتكم بفيديو جديد. الفيديو عبارة عن وصفات، عبارة عن روتين، عبارة عن حاجات كده حلوة مشكلة. المهم حبيت أشارككم روتين الليلة، لأنه أنا تقريبا الأسبوع الفات كان عملت روتين الويك أند، فقلت حنزل لكم تاني الروتين بتاع الويك أند قبل الويك أند بيوم. يعني المفروض أنا اليوم نزلت لكم الفيديو، أنتوا تقوموا تعملوا الروتين ده بكرة الخميس، يبقوا ترتاحوا يوم الجمعة والسبت والأحد لحد ما الأولاد ينزلوا المدارس. فالروتين ده بيساعدك إنك تكوني يعني الويك أند ما تكون عندك حاجات كتيرة، ما تكون عندك مشاغل كتيرة. المهم أنا نظفت الليلة جزء من البيت، بحيث إنه يوم يعني لما يجي الويك أند ما أكون شاغلة أموري بحاجات كتيرة. مثلا في ناس الزمن بضيق بيهم، عاوزة تنظف، عاوزة تطبخ، عاوزة تعمل، عاوزة تعمل، عاوزة تعمل. أنا اليوم نظفتها كويس، بكرة حطبخ، بكرة هعمل وصفات إن شاء الله. إذا الزمن يعني لقيت زمن كافي وأسعفني هنزل لكم الوصفات، يبقى لكم وصفات ليوم الجمعة، يساعدكم يوم الجمعة أو السبت. المهم ربنا يطول في أعمارنا ويدينا صحة والعافية، ونشوف يعني نشوف الأيام بإذن الله. المهم والروتين ده ممكن تعملوه بكرة، عشان شنو؟ ترتاحوا الويك اند، ما تكونوا عندكم مشاغل كتيرة او اموركم ما تكون جايطة. انا دايما قاعدة اعمل كده. غرفة الطعام بما انه خلاص ساكنين فيه سكنة سكنة سكنة، كان عاوز نظافة، فقلت يا دلال خلاص انظف واروق وارتب، انظف النظافة اللي هو اللي انتوا بتعرفوه، يعني انه اجيب الجهاز واشيل الاطراف. دايما البيت لما تيجي تنظفي الاطراف بتاع الحيط دي، الجهاز بتاع الهوفر ده بيشيل لك اي مصيبة، بشيل لك اي مصيبه. تمام. وكمان عامله لكم برضو وصفه عملتها للناس اللي بيشتكوا كالعاده. نسيت كنت واقفه وين. اوكي لا لازم يقاطعوني، لازم يجي يقاطعوني. المهم ايوه عامله للناس اللي بيشتكوا من بتاع المدارس، يعني اللانش بوكس والاطفال عزبونا كلنا والله في الحال ده كلنا. فحبيت اعمل الحاجات اللي هم بيحبوها، بيحبوا ياكلوها من برا، مثلا البرجر. في حاجات كثيره عملتها الحمد لله نفعت، يعني البرجر والحاجات دي، فقلت خلاص انا ليه ما اعمل لهم في البيت، او اختصر واختصر يعني اختصر المشوار اللي بودينه المطعم، وتاني كمان اوفر شوية يعني. فجبت برضو صدور دجاج وعملت برجر وعملت الخبز بتاع البرجر في البيت، وحشارككم برضو الوصفة كلها عاملها لكم في نهاية، يعني احضروا الفيديو للنهاية عشان تستفيدي. تمام. المهم بديت بغرفة الطعام، نظفت النظافة اللي بتعرفوها نظافة، يعني نظفت الحمد لله والشكر لله. وكمان عندي يعني عندي بواقي أكل اليوم الزي ده، يعني بكون عندي أكل في التلاجة عاملة حسابي، فبنظف البيت. المهم زي ما قلت لكم الروتين ده بيساعدك إنك تكوني مرتاحة جدا في الويك أند. وزي ما قلت لكم برضو تنظفوا، مثلا نظفت المكان غيري، يعني مثلا جيب المساندة جوا. أنا هسي حعمل في نهاية الفيديو حتشوفوا المساندة اللي انت خدتهم في الدولاب للضيوف، المساندة اللي خدتها للمناسبات، ما فيها مشكلة، ما فيها شيء. إذا انت مرة في الشهر فرشتيها في بيتك وبعد ما يتوسخ غسليه وطبقيه ورجعيه ثاني في مكانه للمناسبات، يعني ما دايما تاخدي الحاجة بس للمناسبات، لا. أسعدي بيتك، أسعدي نفسك أول حاجة. الحاجات دي ما بيسعد غيرك، ما بيسعد زول غير ما بتسعدك انت. لما انت تشوفي بيتك منظم، بيتك مرتب، زي ما انت بتفرشيه في الاعياد، زي ما بتفرشيه لما يجوك ضيوف، خليكي من فتره لفتره بتفرشيه بالطريقه دي لنفسك، عشان انت نفسيا تكوني مرتاحه. انا صراحه لما انظف البيت ما بنظفه عشان زول، انا بنظف عشان انا نفسيا اكون مرتاحه، لانه البيت ده ملاذك، مكانك، هيبتك. يعني ما ممكن البيت يكون جايط، البيت يكون وسخان، انت تقولي ها انا زهقت، والله انا خلاص زهقت من البيت ده، انا نظفت بنظف البنظفه وبرتب البرتب، وكلنا بننظف نظفناه وبنرتب رتبناه، لكن شنو؟ بنحاول انه نحن نعمل الحاجه دي بحب. يعني مثلا بنحاول انه نفرش الحاجات مثلا زي ما انت بتفرشيه في المناسبات، الحاجه دي بتفرق شديد في نفسيتك بالمناسبه. انا اليوم نظفت المكان ده، قفلته ورتبته، اصلا يمكن يجيني اخوي، فقلت خلاص يكون نظيف ومرتب يقضي معانا الويك اند. تمام. بس يعني الغربة دي بتعلمنا حاجات كثيرة، أنا عن نفسي تعلمت حاجات كثيرة جدا جدا من الغربة. الغربة مثلا يا بخليك إنسانة هشة مدمرة نفسيا، يا بصنع منك إنسانة قوية، خاصة الأمومة والغربة. أنا الحمد لله أنا كنت إنسانة هشة شديد، كنت إنسانة زعولة شديد، بزعل سريع وببكي سريع لحد يعني أي إنسان، أي زول في حياتي أو أي ناس مثلا قرايبي
كان بيفتكروا انه انا اقول لكم شنو شخصيتي بالضبط، اقول لكم شنو يعني، كانوا في ناس بيفتكروكي هبله بما انه انا بكون فاهمه اللي حواليني وعارفه الحاصل وكده، لكن كنت بتعامل مع الناس بحسن طيبه يعني بحسن نيه زي ما بيقولوا. فكنت عارف جدا انت لما تتعاملي معاهم بالطريقه دي بيفتكروكي هبله، بيفتكروكي ما بتعرفي حاجه، بيستغلوكي أسوأ استغلال. فانا الغربه والمشاكل والحياه الزوجيه والاطفال والمسؤوليه ابدا ما حبيت اكون هشه، بالعكس ولحد يوم الليله بحاول وبصير انه انا اكون قويه، ما في شيء يهزمني. ان هزمت للمشاكل، ان هزمت للامومه، إن يعني حاجات دي يعني هزمتني، خلاص خلاص حكون انسانه تعيسه وما عارفه اساسي من راسي. بنزعل، الزعل ده بيجي بزعل عادي ما عنده مشكله، باخذ زمني في الزعل، لكن ما بزعل يعني ما بزعل من نفسي، يعني ما بزعل نفسي شديد، ما بزعل نفسي كثير، فترة مؤقتة وخلاص انتهينا السلام عليكم، ما باخذ زمن كثير في الزعل. وبالعكس يعني في ناس ممكن يحصل مشكلة بينك وبين زوجك، ممكن يحصل يكون معاك نسابتك في البيت، يحصل بينك وبين نسابتك مشكلة، يلا خلاص النفسية والدرامات، البيت يكون مرمد، هي تكون مرمدة، أولادها ما جايبة خبرهم والنكد. أنا أبدا بالعكس، انا بالعكس يعني معقوله ما بتحصل مشاكل بين الازواج؟ بتحصل، حتى احنا بنحصل بيحصل يعني، لكن انا بستغل الفرصه دي. زعلت وين حاجاتي؟ بهتم لكم يعني برجع بكون عندي زمن كافي لنفسي، يعني برجع لي مثلا حاجات كثيره، حاجات كثيره بحاول اعملها لنفسي، بستغل اي حاجه لصالحي، اي شيء بيحصل في الحياه بستغله لصالحي. حصلت لي مثلا موقف من ناس، خلاص الموقف ده انا لازم استفيد منه، انا لازم استفيد منه. انت لازم تغيري من شخصيتك، انت لازم تكوني شخصيه قويه، ما تقولي انا ما بقدر، بتقدري على قول ناسنا بالروطانه، بالله السنه يقول اسكسي بالله السنه يقول اسكسي، يعني بالله انا كمان قدرت. ما بتتخيلوا انا كنت انسانه يعني كده انسانه كده، اقول لكم شنو بتخالتي لو سمعت حتقول لي الكذابه دي لا والله انا بجد كنت انسانه مسكينه، بقول لها انا مسكينه، بقول لي بتخالتي بتقول لي مسكينه، وين اي مسكينه ما في، بجد انا انسانه كنت مسكينه وبحب الناس شديد وباخد علقتين كل مره وما بتوب، لكن حاليا اتغيرت وحتغير للاحسن. ولما بالمناسبه الانسان الطيب المسكين ده لما دائما بيقول لك احذر من الحليم اذا غضب او في حاجه زي دي، دائما بعكس الامثال. فعشان كده ما تيأسي من المواقف، المواقف لازم يصنع منك انسانه تانية خالص، لازم تكوني قويه. عايزه تعيشي ابقي قويه، ما بقدر بتقدري، كلنا قدرنا ولسه حنقدر وحنواصل وحنعمل أي حاجة سمحة في حياتنا لنفسنا أول، وتاني شيء لأولادنا، وتاني شيء إنه نحن نقدم شيء يفيد الناس ويفيدنا نحن. ما حنغلط في الناس، ما حنأذي الناس. الأذية بالمناسبة ممكن كلمة يطلع منك يدمر الشخص، ممكن كلمة تطلع منك أنت تقولي أنا صريحة، أنا ما بقدر، أنا ما بعرف أكتم الحاجة في نفسي، أنا صريحة، أنا كده، أنت صريحة، لكن الكلمة اللي بيطلع منك بيقول لك الكلام ده زي السهم، أو مش الطعن الزول في قلبه أو دخل له زي الماء زي الموية الباردة. فعشان كده دائما حتى لو أنت تعرف تتكلم مع عدوك خلي لسانك طيب، خلي لسانك طيب، ما لسانك ما حيقول الكلام الطيب، ما متعودة إنك أنت تقول كلام طيب، خلاص اسكتي، قولي يا رب سكتني اسكتي، لأنه الكلام الشين لما يطلع تاني ما بيرجع، لكن الكلام الطيب لما يرجع يطلع منك بيرجع عليك بحاجات كثيرة جدا حلوة. فاللي أنا بقدر أقوله للأمهات كونوا قويات، ما تقولوا المسؤولية خلاص تعبنا، ما تقولوا الأول أنا هسي ما شاء الله عندي أطفال وبيكونوا كلهم شغالين امتحانات وبكون عندي مسؤوليات بيتي، ما عاوز أضعف للدنيا، بحاول قدر ما أقدر إنه أنا أكون قوية. المهم الحياة لو أنت فكرت فيها بطريقة صحيحة، الحياة دي حلوة شديد، الحياة دي سمحة شديد، وبتقدر تنظمي حالك، بتقدر تنظمي بيتك، تقدر تنظمي أولادك، بس كل شيء داير تحدي، داير صبر، داير عزيمة، داير إصرار. كوني مصرة على الشيء الصح، كوني مصرة تكون عندك كيان، كوني مصرة تكون عندك شخصيتك، كوني مصرة تكون عندك كرامة، كوني مصرة في الحياة إنك أنت تكوني قوية. أولادك بيستمدوا الطاقة منك، أولادك بيكونوا بعدين بيشيلوا الحاجة الكويسة منك وبيشيلوا الحاجة الشينة منك. فأنت دايما خليكي كويسة، خليكي حلوة، روحك حلوة في الحياة، حبي الدنيا بما زي ما هي،
عشان ربنا يرزقنا من فضله، عشان ربنا يعيننا برحمته، عشان ربنا يفتح علينا. يكفي الباب حيفتح لك باب غيره. قهرك ناس قهروكي، ربنا بيسخر لك الأحسن منهم. تمام، بعدين احنا هنخش في الوصفات. أول حاجة هنعمل العيش. العيش ده سهل وسريع وما مكلف. أنا عندي 3 كوب دقيق، خطيت فيه بودرة بصل، وخطيت فيه بودرة ثوم وملح، ومعلقة ونص خميرة دوبتهم في موية دافية. إذا دوبتهم في موية سخنة هتقطع في موية دافية، بعدين هتفردي كده لحد ما تحسي إنه كده بقى مكتل. تمام، بعد ده أنا كنت ناسي الحليب الباودر، زدت عليه 2 معلقة حليب باودر، تقلبيهم كويس. هتجيبي كوباية موية، أنا استخدمت 1.5 كوباية، هتفضلي تعجني، هتحسي إنه العجنة يعني قوية، هي المفروض ما تكون خفيفة شديد. يلا أوريكي هتتلمى 200، تفضلي تعجني تعجني تعجني. لما تصلي المرحلة دي لقيتي دقيق بيتحت، شيلي الموية بيدك، ما تشيل ما تكبي بيه كوباية، تقولي بعدين بقى لين وما ظبط معاي. بعد ما خلاص وصلنا المرحلة بتاعت الكلكعة دي، هتحطي زيت زيتون، أنا استخدمت زيت زيتون، تفضلي تعجني وتعجني. والحركة الأحسن من العجنة الكتير، تشيلي العجنة دي تضربيها في الـ في الـ في الرخامة بتاعتك، افرشي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، تفرش فيه المفرش بتاع، بس المفرش ده تضرب العجين. ده كان بعد ما يتخمر، اخذ معي تقريبا زي اقل من نص ساعه في التخمير. تيجي تقسميه كور، اذا انت عاوزاه البرجر، الخبز بتاع البرجر المنفخ الصغير داك، اعملي دوائر صغيره وبعدين ما يعني ما تنزلي ولا تحت. بس انا حبيت انه الخبز يكون خفيف عشان الاطفال، ما حبيت يكون تخين. تمام، بالشكل ده، وبعدين حفرده. والاحسن انك انت تحاولي تمسح في يدك زيت زيتون. تمام، بس كده بالشكل ده. اذا انت ما عاوزاه يكون خفيف، ما تفردي زي ما انا قاعده افرده، خليه سايل. وبالمناسبه بينفع جدا الحاجه دي لو منكهه زي ما قلت لكم بالبودره بتاع الثوم والبصل، بعدين بيظبط معاكي في شنو، انه مثلا ياكلوه سايل او مثلا يغمسوا بيه حاجه، فبرضه حلو. انا بس عملتهم كده، الصواني فردت فيه الصواني شوية، عملت فيه شوية زيت وشوية دقيق وبس خلاص. خليته تقريبا أقل زي 10 دقائق، ودخلتهم الفرن على درجة حرارة 200 200، أيوة 200، شغلت الفوق والتحت وخلاص. بعد ما خلاص حسيت إنه الأمور بقت تظبط، يعني بتعرفوا لما يتنفخوا كده، فتحت الفوق شوية تاني، خليت قفلت التحت وفتحت الفوق، بيطلع معاك ظابط شديد. والأهم والأحلى من كده إنه الريحة بتكون رهيبة، ريحة الخبز لما تكون خاتة فيه الباودر بتاع الثوم والباودر بتاع البصل، بديه نكهة كده رهيبة شديد. تمام، الحاجات دي ممكن تعمليها في البيت، لأنه الأطفال الأكل بتاع البيت بيفرق جدا من أكل المطاعم. بعد ده إذا أنت حابة ممكن تعملي في الويش بيض، ريحته ما بيصهر. وإذا أنت ما حابة بيض، ممكن تعملي حليب، بس عشان اللون بتاع الخبز بتاع البرجر ده يكون يعني لونه كده ذهبي وأصفر وظريف يعني. تمام، لو انت عندك سمسم رشي فيه سمسم، انا ما كنت عندي سمسم، ولا عندي كان فيه شوية مسكر يعني، لانه بتاع كعك وكده، بس خدت شوية من الحبة السوداء، وجوزه ما خدت فيه لانه في اطفال ما بيحبوا الحبة السوداء في الاكل. فبس بعد ده عملت لهم البرجر، شايفين شكل الخبز رهيب، كان فظيع. طبعا ادوني دفعة كده قوية، قالوا لي يا ماما هو احلى من كنتاكي، ما عارفه اذا جد ولا بيجاملوا. هنا جبت صدور دجاج، دل البرجر، شوفوا البرجر ده سهل كيف. برضو خدت فيه باودر توم، باودر بصل، بابريكا، كزبره، ملح، شويه من الفلفل الاسود، وانتهى البيان. وشويه زيت زيتون، لا بتاخدي بقسماط، لا بتاخدي دقيق، ولا بتاخدي خضار ولا اي شيء، كده كفايه، كده كفايه للاطفال. فاذا انت ممكن تستغني عن البهارات وتاخدي الخضار، يعني تشيل الخضار وتفرميه مع الدجاج. انا الدجاج فرمته سايل من غير اي حاجه، والله يا بنات النكهة خرافي خرافي وحلو شديد. بتدوريه كده، بتكوريهم كده، وبعدين تمشي تفرديهم شوية كده بيدك. اذا انت حابة تعمليه بالفرن خير، اذا انت ما حابة تعملي في الفرن، اعملي زي ما انا عملته كده، نزلتهم بيدي، بعدين حجيب الطوة، في ناس بيقول عليه طوة اللابتوب، ما عارفة، كده في زيت حار، بعدين هتخدي البرجر. وما بحتاجين، ممكن تعمل كمية كتيرة الصباح قبل ما يطلعوا المدارس، ممكن تعمليه في جهاز القلاية الهوائية. تمام، بس كان بالشكل ده، حتقلبيهم بعد مسافة عشان الدجاج يكون كده شاد حلو شوية، حتجي تقلبيه، عفوا مسكمة كمان، تقلبيهم كده رهيب، وشوية صوص وشوية جبن، بعدين في السندوتشات وشوية حركات وشوية بركات، خلاص الموضوع بيزبط يعني. وزي ما قلت لك حاجة بسيطة يعني، أنا هسي جايبة الدجاج، صدور الدجاج ب10 دراهم،
والدقيق اصلا 5 دراهم. وشوفوا انا ما استخدمت الدقيق كله، استخدمت منه 3، عمل لي 3 كوب دقيق، عمل لي تقريبا زي 15 حبه خبز تقريبا، يعني حاجه زي دي. منه بتكوني وفرتي، منه بتكوني عملتي لهم اكل صحي معروف في البيت، ومنه بتكوني يعني انقذتي نفسك من التفكير بتاع اللانش بوكس وما اللانش بوكس الصباح. تمام، بس ده كان شكل البرجر، وما بيحتاج زيت كتير في الطوة دي، ما بيحتاج منك زيت كتير. بس ان شاء الله ما تكونوا سامعين جوطة اولادي. بس خلاص كده البرجر انتهى. كمان بنتي الكبيرة كانت طالبة مني اعمل لهم السلطة بتاعت الكنتاكي، قلت لي يا ماما لازم تعملي لنا سلطة كنتاكي. فالموضوع طلع سهل سهل جدا. كل ده كان شكل البرجر. كل اللي حتحتاجيه جزر، حبة جزر، وكمان شوية من ال قولوا معايا الكرنب، اسمه كرنب تقريبا، ايوه، شوية خل تفاح او خل عادي، انا ما كان عندي خل عادي، استخدمت خل تفاح، وثلاثة معالق مايونيز، وحنستخدم معلقة زبادي، والبهارات المنكهة زي ما انت عاوزة. انا زدت عليه شوية توم باودر، ومعلقة سكر، ما تنسوا السكر معلقة سكر، وفلفل اسود، وتلخبط الحاجات دي كلها مع بعض، وعصرة ليمون. انا ما كنت عاوزة اخد زبادي، بس حسيت انه لازم، داير زبادي، ممكن تستغني وممكن تاخدي. تمام، انا بعد ما عملت كده وجربته وخلاص، حسيت انه كده داير له حاجه، فزدت له معلقه بتاع الزبادي. بعد تنزلي بيه في السلطه. انا الحاجه دي الخضار فرمته بالمفرمه، المفرمه اللي بفرم بيه دايما بتشوفوه صح، المفرمه اللي بفرم بيه الدجاج ده بيطلع عليك رهيب. المهم خلاص كده كانت الوصفه جاهزه، وقلت كمان اكذب عليهم اعمل لهم حلا سهل وسريع شديد، عشان كده اكون خلاص يعني ما قصرت معاهم. السلطة رهيبة شديد، رهيبة شديد السلطة، بما انه انا ما بحبها لكن هم حبوها، ويعني قالوا كويس. ده كان شكل الخبز، وداك شكل البرجر. بس خلاص بس خلاص يا بنات، الفيديو طويل شديد، سامحوني لانه الفيديو طويل، بس حبيت يعني تونس معاكم شوية واديكم الوصفات الرهيبة دي. وكمان الحلا، تعال اوريكم الحلا بتاع الكشمشة ده، تعال اعمل لهم حلا، لقيت روحي ما عندي قشطة، بس قلت القشطة يوقفني، مستحيل مستحيل حوريكم. شوفوا شكل البرجر رهيب كيف. طبعا انا طوالي طوالي خلصت بيجاي، بديت بيجاي، كان رهيب. الجبنة دخليه كده الميكرويف بسيح كده، بيبقى رهيب. يلا الحلا السهل الرهيب الخفيف ده، اي نوع بسكويت تسحنيه بزبدة، وبتجيب كستر كراميل ظرف، وظرف من الدريم ويب، وما عندي قشطة، استخدمت بديله الزبادي. بتنصحيني يا دلال بالزبادي؟ والله الاحسن تجيبي قشطه صراحه، يعني الاحسن تجيبي قشطه. اذا انتوا بتحبوا الحلويات اللي بتكون من نوع انه حلو وحامض، تعملي كده طبقه من البسكويت، وطبقه من الخليط اللي عملناه، واخر شيء خدت لهم طبقه بتاعت نوتيلا، خففت نوتيلا بحليب وفراوله كده، نظام المنظر ومهم وكده يعني. بس خلاص يا بنات، ان شاء الله لحد ما اشوفكم في الفيديو الجاي، مع السلامه.